ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكون بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحمل ليوم الجمعة 3 ديسمبر كانون الاول 2021. اعتمد على حدسك اليوم ولا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. يمكنك تحسين مهاراتك والاستفادة من عروض او غيرها. الاهم ان تكون واثقا من نفسك. انت شخص مميز في علاقاتك، حاول أن تسرق بعض الوقت من يومك لقضاء يوماً لطيفاً مع من تحب. تعويض شريكك عن الأيام الماضية بهدية سيكون له رونق خاص اليوم. الوضع الصحي مستقر، حاول تقوية مناعتك ببعض النشاطات والأغذية المفيدة، وقد تمر بوعكة صحية عابرة. تجنب الإرهاق والتقلبات الجوية اليوم. توقعات برج الحمل للرجل: انتبه إلى أفعالك، فلا تجعل تهورك يقودك إلى نهايات مغلقة. تشعر بالثقة على الصعيد العائلي جدا في بعض المشاكل اليوم، والحلها قد تثير اشمئزازك، لذا حاول أن توسع أفاقك قليلا. الجلوس مع نفسك ووضع خطط عمل لمرحلة قابلة سيكون جيدا. توقعات برج الحمل للمرأة: الحياة أكثر من أن تمضيها في الشكوى والندم. جربي أن تحبي من يعاملك باحترام، ولا تعطي اهتمام لمن يعاملك دون ذلك. كل شيء في الحياة يحدث لسبب، لا تفوتي فرصة يمكن أن تغيري بها حياتك للأفضل. عندما يتعلق الأمر بالتغيير، أنت حاسمة جدا، ويمكنك إجراء تغيرات مفاجئة وجذرية في اللحظة واحدة. أنت تسعين نحو السعادة والكمال، وتتجنبين تشجيع الآخرين ليظلوا إيجابيين. وبكذا بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغط على الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.